مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير معكروني بالحليب. عنا لتر حليب، 150 جرام معكروني سلقتهم، 5 معالق طعام سكر، ملعتين طعام مزهر وملعتين طعام نشا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط الحليب. بسم الله. كمان بحط النشا. حركن على الغاز مع بعض، حرك تحريك مستمر عشان ما يحرق الحليب. بسخن الحليب قبل الغليان. هلأ بحط السكر، المزهر، بحركن شوي. كمان بحط المعكروني. بسم الله. بحركن مع بعض. كفي تحريك ليغلي الحليب. هلأ بطفي الغاز وصاروا جاهزين لحطهم بالكاسات. هيدي المعكروني بالحليب اللي عملتها أنا وياكن. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.